شيك بيعملوا فينا؟ وين حقوق الناس؟ وين حقوق وين 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 الحمايه الدوليه؟ وين وين احنا؟ ليش شيك بيعملوا فينا؟ انا وين اروح هلقيت يعني؟ انا داري راحت، انا وين اروح؟ وين اروح انا؟ حسبي الله عليهم وبس، حسبي الله عليهم، حسبي الله ونعم انت الوكيل، حسبي الله وانت نعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل بس يا رب. الله يعوضنا عوض خير يا رب. الله يعوض بيتك كله راح. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. صحينا الساعة 6 الصبح على صوت صراخ وزعاق، اخلوا اخلوا اخلوا، نزلنا تحت، نزلنا تحت لقينا كل عمر في حالة فوضى، الناس بتخبط بعضها الدرج، نزلت واخذت اولادي الاربعة ورحنا تخبينا هناك. نزل اول شيء اول صاروخ تحذيري، بعدين الصاروخ الاول هي لنص العمارة، والصاروخ الثاني هي لنص الثاني. انا لله وانا اليه راجعون. 75 شقة، 75 كلها سكنية، كلها سكنية، فيش فيها مكاتب، كلها سكنية ولا مكتب، كلها سكنية ولا واحد بتبع أي جهاز أمني موجود في البرج، كلها ناس مدنيين، كلها مدنية وأطفال، كلهم أطفال الموجودين في البرج. احنا شاردين اصلا من الشجاعيه وجايين هان، وجينا لهم بيقولوا في على برج العكلوك بدهم يقصف، ما سمعنا سمع احنا في الشارع، ما سحبنا حالنا كلنا طبعا طلعنا والله. طبعا كل الكل خاف مرتعب، طبعا هزت الدنيا، هز كل الدنيا نزلت، شايف كيف؟ دمار دمار دمار، ايش هذا؟